الذي نشاهده الآن باللون الأسود كائن بحري يسمى خيار البحر، وله فوائد كثيرة، ويعتبر من أهم الأغذية البحرية لأنه يشتمل على الفسفور الذي يساعد في أشياء كثيرة. سنحاول الإمساك بواحدة من خيار البحر. أمسكنا بواحدة، هذه هي خيار البحر، غذاء غني بالفسفور. ونتركها الآن لتعود كما كانت تحت الماء في أمان وسلام.